لنا الحجازي والصديقي وجمع الصوفي. خليكم معي تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب العجاب تأليف داود بن عمر العنطاكي، ويليها ذيل التذكرة لحد تلاميذ المؤلف المكتبة الثقافية بيروت من كتب السيد يوسف هاشم السيد أحمد أربعة وزير نابي شيخ الطريقة فعل صوفيا، وطلع كتاب طبي. المهم لقيت إن في كلام أفلاطون. قال أفلاطون: المكان الضيق يوفر العقل على صاحبه، ودونهما المستعينة بقسمي الأسماء والرواسخ، وهذا هو السحر والكهانة، ويختلف كل بصحبة الحواس الباطنة والظاهرة. فلذلك كانت المفرحات هي ما يصل إلى النفس من هذه الحواس بعد سلامتها. مولانا تأيد كلامه أنه يقول أفلاطون يقول أن المكان ضيق يوفر العقل على صاحبه. ها؟ ليش؟ المكان الضيق يضيق الخلق ويضيق الصبر ويخلي العقل من الرزق، والمكان الواسع لا، بس كل العصاميين نجحوا بحياتهم. لا بيقول شؤم الدار يضيقها او شؤم الدار سكناها، فرواية ضيقها، وشؤم الفرس قرونها، وشؤم المرأة عقونها. والله هذا بروجه ايه واحد ثاني واحد مني، هذا سيل واحد الحديث واستعلي في ذهن. هاي افلاطون منين يا بهالراي هذا؟ افلاطون ده له الحاديات كثير، يعني بيقول ربنا يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، يعني زي مثلا عنوان هذا هو معني ده هاي ده معني ده ايه وده ليه هو تم ليه لو شكرا.